الأزمة الاقتصادية تمسك بخناق العالم ونحن منهم، ونحن في هذا السياق. ولكن هناك نوع من السياق المصري المجتمعي المنبثق والمتربي إسلاميا بحيث يجعل وقع هذه الأزمة أخف ضررا. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فأشكر سيادتك أولا على طرح هذه القضية، قضية التكافل الاجتماعي في المجتمع. والحقيقة أن هذه المسألة، مسألة التكافل، هي متفرعة عن حقيقة أو قاعدة عليا في الإسلام، وهي قاعدة الرحمة التي تفضلت بذكرها في التقديم. الرحمة هي عنوان الإسلام بلا شك، لأن هذه المفردة، مفردة الرحمة، متغلغلة في كافة التصرفات اليومية وفي السلوك الإنساني للإسلام، الإنسان المسلم في يومه وليلته، في عبادته، في تعاملاته في كل شيء، في أسرته، في مجتمعه، في الشارع، عندما يدخل وعندما يخرج وعندما يقرأ وعندما يكتب وعندما إذا اتسم يعمل. بالرحمة، إذا اتسم بالرحمة صارت الحياة رحيمة. نعم. فهو يبدأ عمله كله ببسم الله الرحمن الرحيم. عندما أنا أبدأ هذا العمل ببسم الله الرحمن الرحيم، هذا يعني بأن هناك معاني عليا موجودة في دواخل الإنسان تبعث على السلوك الذي يمثل الرحمة. يعني لا يليق بالإنسان المسلم أن يقول هذه المفردة بلسانه طوال اليوم، عندما يدخل يقول بسم الله الرحمن الرحيم، ويخرج بسم الله الرحمن الرحيم، يجلس بسم الله الرحمن الرحيم، يقوم، يشرب، يأكل، يذاكر، إلى آخره في التصرفات اليومية. البسملة تلازمه، مظبوط. فكلمة الرحمن الرحيم هذه الملازمة للتصرفات اليومية مع البسملة، في الحقيقة ينبغي أن تترجم إلى إجراءات عملية في السلوك الإنساني. مظبوط. في سلوك الإنسان المسلم. ولذلك مبدأ التكافل كسلوك إنساني وكسلوك إسلامي هو منبثق ومتفرع عن هذا المبدأ الكبير، مبدأ الرحمة. ولما نأتي إلى المسلك النبوي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يحبب إلينا دائما أن نرجع الأمر إليه، لأنه هو المبين الحقيقي لمقاصد القرآن الكريم ولمقاصد التشريع، ومنه نستقي هذه الأهداف الغالية عندنا، أهداف أن يعيش المجتمع متضامنا متعاونا، فيه التكافل على الوجه الحقيقي الذي يرضى عنه التشريع. كيف ترجمه عليه أفضل الصلاة والسلام في المدينة؟ ترجم في المدينة المنورة على أنحاء عديدة جدا. مبدأ التكافل هذا ترجم في صورة إلزام، في صورة فرض، في صورة ركن من أركان الإسلام، بحيث إن الإسلام يلزم المسلم إذا بلغت ثروته إلى حد معين، إلى نصاب معين، أيوة، أن يخرج جزءا محددا من هذا الذي عنده وأكرمه الله سبحانه وتعالى به، أن يخرجه على وجه الإلزام، على وجه الفرض، بل باعتباره ركنا من أركان الإسلام. وهذا في قمة الرقي في الحكم الشرعي، لأنه لم يكن على سبيل التطوع ولا على سبيل التبرع، وإنما هو على سبيل الإلزام الذي يصير هذا الأمر في نظر الفقراء والمساكين، في الطوائف المحتاجة في المجتمع، هو بمثابة الحق لهم. ولذلك القرآن الكريم يقول: والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. حق، نعم، معلوم. فهو عبر سبحانه وتعالى عن هذا القدر الذي سيعطى للفقراء، يعني هذا الجعل المالي أو هذا الجعل من النعمة التي ربنا أكرمك بها، حق، حق للفقير. هذا في بيرتقي به إلى مستوى عالي، حتى لا يظن في يوم من الأيام أن ما يعطى للفقير إنما هو بمثابة المنة والفضل والجود عليه، الهبة أو الجود أو التبرع أو شيء من هذا القبيل. لا، ده حق، حق وإلزام علي أنا كإنسان غني
وإنسان يعني عنده هذا النصاب أصبح واجبا عليه، أصبح هذا هو يمثل ركن الإسلام بالنسبة لي. إذا وصل النصاب تعلق التكليف وجاء والذمة شغلت في هذه الحالة كما يقول العلماء، ولا تفرغ هذه الذمة أبدا من المسؤولية إلا بالأداء هذا الحق إلى الفقراء والمساكين أو إلى الطوائف الذين ذكرهم الله سبحانه وتعالى في قوله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. إذن هذا شق الرسول صلى الله عليه وسلم يحدث هذا الشق تعاون كبير جدا وتكافل في المجتمع، بحيث إن هذه الزكاة تؤدي إلى تقليل الفوارق بين طبقة الأغنياء وبين طبقة الفقراء، وتلبي حاجات المجتمع، وتلبي حاجات المجتمع بلا شك، فيحصل استقرار يعني ومجتمع آمن، مجتمع فيه حماية، يستطيع أفراده إن هم بهذا المنطق أو بهذا المبدأ، مبدأ التكافل، أن يحققوا هذه النزعة، الحقد والبغض والكراهية والسائرية التي فيها إشكالات سلبية كثيرة جدا.